سنوات عديدة الحمد لله. هاي النجاحات التي تحققت تمت بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوجيهها صاحب السمو الحاكم الله يحفظه ويرعاه. هاي التوجيهات اللي ترجمت على أرض الواقع، شفنا اليوم هاي البطولة التي تقام للمرة 27، بطولة الشارقة الدولية للشطرنج تقام كل سنة في شهر رمضان المبارك برعاية كريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه. هاي البطولة حقيقة نحن نفتخر بتواجدها، يعني قامتها منذ 27 سنة، كل سنة يعني تتطور من سنة إلى سنة. يعني هاي البطولة تتميز بمدتها القصيرة 3 أيام، اللعب السريع، لكن وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين المتواجدين اليوم، موجود عندنا تقريبا 200 لاعب ولاعبة، يعني معناه أن العالم الحمد لله يعني بعد الجائحة بدت. وعدنا إن شاء الله البطولة القادمة شارجة ماستر في خلال شهر 5 القادم بعد العيد، بعد بيكون فيها مشاركات كبيرة، وهي متميزة على مستوى العالم، مسجلة في الاتحاد الدولي. حتى هاي البطولة مسجلة، لكن هذه بتكون مسجلة للاتحاد الدولي، موجودة على أجندة الاتحاد الدولي، وجميع اللاعبين الدوليين ينتظرونها، لأن تعتبر من أقوى البطولات المفتوحة على مستوى العالم.